شروط قبول العمل. سؤال: ما هي شروط قبول العمل؟ الجواب: شروط قبول العمل عند الله ثلاثة. أولا: الإيمان بالله وتوحيده. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سورة الكهف. وقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. ثانيا: الإخلاص، وهو العمل لله من غير رياء ولا سمعة. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. سورة غافر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. صحيح، رواه البزار وغيره. ثالثا: الموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه وغير مقبول. رواه مسلم.